طيب انا الهامور يا خل. شوف شوف يا فقي شوف حلو. الطريقه كالتالي شباب، كالتالي فريق انتم فريق الان من ثلاثه اشخاص. يلا كل فريق عندي من ثلاثه. اللي بيفوز هو اللي يؤدي المطلوب والجمهور بيعرفه عبر الهاشتاج. حلو. كل فقره مطلوبه مدتها دقيقه واحده فقط. حلو. المره الماضيه تذكرون كان فيه كل فريق له نوع. امثال امثال يعني ايه زي كذا. تضاف لنا رصيد يا ابو عمر، تضاف لنا رصيد. طيب خلاص انت بنحسب الدرجات اخر يعني. مره حتى لو ادوك رصيد. الفكره تتعرف. الان الفكره اسلم. انا عندي سته قوالب. قوالب اي نعم. أسلم. سفر وسياحه. اها. عالم السيارات. أسلم. محلات منوعه. فعل ومفعول. مخالفات مروريه. امثله وحكم. هذا كله حنستخدمه احنا؟ ايوه كل خلاص تاخذ العالم كله. لا 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 حتاخذ مثال من كل وحده. يلا كل عنوان مثال واحد. السلام. يلا افضل فريق بيأدي على الشاشه والجمهور بيعرفه عبر الهاشتاج يا رب. قبل ما تنتهي كل فقره لها دقيقه واحده بس. 60 ثانيه لازم نسوي كابتن شباب. خليكم جمعوا واقفين هناك. نوقف نوقف. ايوه ايوه واقفين. مطلوب التمثيل عندكم الان. تعال. والجمهور الكريم على الهاشتاج شوفوا فريق الان. ناصر والنقيب وسعد. أنجو سعد فقدها لك سعيد. بسم الله على بركة الله. يدك. أنا طبعا أشتغل بمجرد ما يعطوني الشباب خبر. لا 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 لا. زين بس عيد إذنها. وش نسوي حنا؟ أنا بعطيك الآن. عندك ست أوراق لكم. برافو ممتاز. شو يعطيكم ورقة ممتاز. كل ورقة تمثلونها في دقيقة واحدة على خشم. يلا بس يلا. إني أذكر لك أقول ترى هذه في عالم السيارات. لما أقول في عالم السيارات كل شيء يخص كل السيارات في تخصها فيها. محلات منوعة بشرح لك. حلو الان اشرحها عشان تكون واضحه لكم. محلات منوعه مثلا بعطيك انا مثلا اكسسوارات. مثلا اكسسوارات السعيد. مش الاسم بس الاول. فتشرح الاكسسوارات. اذا عرفوا الاكسسوارات تشرح السعيد. اوه واضح. احد فاز احد لعب قبلنا ولا ما حد؟ اول ناس هو ضحيه انتم. مخالفات مرور يعطيك مخالفه مثلها. اوه كذا. امثله وحكم اعطيك مثال مثله. ممتاز. فعل ومفعول. مثلا اقول لك أكل الرجل الخبزة. لا مفعول مثلا تقول أكل خبزا. أكل خبزا فتمثل هذه. ماذا أكل يعني خبزا مفعول. أكل وتمثل خبزا على طريقتك. واضح. إحنا ناكل ناصر. بسم الله. الجمهور على الهاشتاج. إذا اشتغل الوقت نبدأ بالفقرة الأولى. سباق والله كأننا نتسابق إحنا. يلا يلا بسم الله نروق نروق. الآن أول شيء أعطونا الوقت. لا لا أعطينا مثال بعدين الوقت. لا طيب بدأ الوقت. هذه في المخالفات المرورية. اشرحوا هذه الكلمة دقيقة واحدة فقط. يلا اشرحوها. مخالفة مرورية. لا 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 بدون صوت. لا 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 سووا انتم سووا انتم سووا انتم سووا دقيقة واحدة انتم سووا انتم سووا بدون صوت. سعد انت الدوار. طيب انت الدوار. يلا بدون صوت. يلا بدون صوت. يلا امشي امشي امشي. الوقت الوقت. انا دوار لا اتفرج فيه. يلا يا الجمهور الجمهور بسرعة. مخالفة مرورية. المشي بالعكس. صحيح صحيح. المشي او الدوران بالعكس. دوران بالعكس. برافو. طبعا انا النقطة الأولى. طبعا هذا الدوار حقنا. الدوار حقنا. بس ايش اللي يعني فهمت انتم أجانب؟ نو نو نو. أنا تحمست انت. فكرت شكل عمال الحفريات والله. لا بس ترى ذكي. لانه في بعض الدول هذا السواق اللي يجي يمين. في بريطانيا يختلف يعني. بريطانيا. الان الان الجمله الثانيه المطلوبه ايضا مع الوقت. بس عند دقيقه. فريقنا اسمه فريق الربشه. صح. والمربوش هو الدوار. لا انا دوار. انا الدوار. انا مستغرب اشوف سيارتين كذا. انت الدوار كذا. مع الوقت. الان الطلب الثاني قبل ما يشتغل الوقت. معليش قبل ما يشتغل الوقت. قول لنا في اي بند. الان محلات منوعه. حلو. اعطيك المحل. اول شيء تعرف لي المحل زي ما ذكرت لكم مثال قبل شوي. أيوة. وبعدين تشرح اسمه. يعني هذا المحل من كلمتين ترى. اها زين. أها. بدا الوقت. بسم الله روح. يا اشرح اشرح. هنا انا هنا. اي برلا برلا. اول شيء اهم شيء يعرفون المحل ليش. المحل ليش. علامته. بدون كلام بدون كلام. لا انا اكتب لك الوصفه اول. يلا يلا بسرعه. محل. اسم المحل. محل ايش؟ مشهور جدا المحل. ما في حي الا هو فيه. صيدليه. صح صح. صيدليه ايش؟ صيدليه. لا صيدليه ايش؟
صيدلية ايش؟ هذا ما يجي، هذا ما يصلح في الاحداث. صيدلية ايش؟ صيدلية طبية لا غلط. اسم الصيدلية اسمها. اسم الصيدلية. صيدلية الدواء غلط. الإخاء. بسرعة الوقت. الإخاء. دوائية بدون صوت. طيب. صيدلية. الدواء غلط. اخوان. سنابل السلام وين؟ الإخاء. غلط. انتهى الوقت. يا حبيبي. تأكد. انتهى الوقت. شوف شوف صلاة. تأكد يا أبو عمر. أتكبى قريب عمر. أنت هم جايبين اسم الصيدلية الحقيقية، أنا أبغى لا اسم معنوي. هم راح بالهم. شوف أنا خذني اسمها خذني بحنا عارف من اسمها مو صح. قالوا الإخاء بس متأخرة قبل أربع ثواني انتهى الوقت. صيدلية الإخاء. صيدلية الإخاء. حلو. الآن ترى هذه ما فهموها الجمهور، اسمها من الصيدليات المشهورة. أنا قلت قبل شوي يوم قلت كذا سعيد. إيه لا لا الجمهورنا الكريم عموما أنه قادرة تكون الكلمة صيدلية جديدة أنشأها أبو عمر. نعم. يعني طيب. صيدلية ونجيب أسماها يا شباب يا جمهورنا الغالي. الآن. صيدلية الإخاء، بقالة السعيد، زي كذا يعني، ورشة السعادة. كل شيء كلمتين. أحسن. ابدأ واشرحوا كلمة كلمة. أحسن. يلا بينا. الآن في عالم السيارات. إيه. عالم السيارات. بدأ الوقت. سهلة ذي. بدأ الوقت. في عالم السيارات ها. بسم الله. ها. أوه. طيب. ها. ها شيء موجود في السيارة قصدك؟ إيه إيه السيارة يلا. لا لا أول شيء. أول شيء ذي صح. كرسي أطفال غلط. يلا عطونا بسرعة عالم السيارات الآن ما زلنا محطة مساحات صح؟ أيوة. إيش في المساحات يلا؟ هذه إيش هذه؟ يلا. عداد السرعة غلط قلنا مساحات. يا اخي مساحات عشان اكبر لك اياها حق يمكن اخذنا موية مساحات. صح. اثنين من ثلاثة. اثنين من ثلاثة. الان الجولة الرابعة لكم. وش هي؟ واصل دربك. هد بس. طيب. هد. ابراهيم قرب. يلا. الان في الامثال والحكم ودقيقة زمنية ايضا. دف يا ناصر. ترى باقي لكم ثلاث جولات بس. يا سعد. يلا. ثلاث. جولات. أنا قلت الأمثال والحكم. إيه نعم صحيح. طيب. أنت قلت. يلا. تحمل ما يجيك. بدأ الوقت. يعني مثلا الحين. ثلاث كلمات دي. ثلاث كلمات. الكلمة الأولى. اشرح. هذا نعم. الأمثال والحكم. الأمثال والحكم. الثانية. بدون صوت يا شباب بحركة بس. الثالثة. 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 لا لا لا. بدون صوت. أشر يا أخي. طب خلاص أشر. أشر لنا. كلنا. ابتسامة. إيه كل أي أي شيء. كيف يا أبو عمر؟ حلم. حلم يقول. الحلم. أيوه حلم. الحلم الثاني. حلم سيء. لا. ها. بدون صوت. صوت صوت. الثاني الثاني. النوم سلطان. لا. من طلب العلا سهر الليالي. الحلم. الحلم صح. الحلم. 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 حلمه. وأنت نايم تجيك التهايم. لا لا ما تجي أي شيء. الثاني الثاني. نوم الظالم عبادة. لا لا لا. سابع نومه. لا لا لا. النوم سلطان. لا لا لا. الحلم سيء. ايه ايش ايه. بدون صوت. بدون صوت. حدث الحلم. عمر حدث. طيب سريع تقب عمر اسحب. النوم سلطان. لا لا لا. الحلم صح. احلام سعيدة. لا الحلم سيد. بسرعة سيد. سيدة سيدة. الحلم سيد الاخلاق. بسرعة انت الحلم سيد اخلاق. بس شف ما تكلمون يا ناصر. لا ما تكلم ناصر. انا ما اطرد كفريك. ما في نبات. ما نشوف بس. ايه صح. لا في الاخير ابو عمر بس. ابو عمر احسنت. دور مويه من اليوم تحت. خلاص خلاص خلصنا. الان باقي جولتين لكم. اوف. تعال تعال تعال. لا ناصر تعال ناصر. الان. جاي جاي. تعال شباب. الان في السفر والسياحة. اوه باقي شيئين بس هذا الان في السفر والسياحة. كل يوم في الطيارة. من كلمتين. ركزوا جيدا مع الوقت. بسم الله. زين. هنا ذكاؤكم. طريقتكم واحترافيتكم في تأدية الدور. مع الوقت نبدأ. لا بدأ الوقت شباب. يلا فريق فريقنا لا لا نربش. خطر. يلا افتح افتح افتح. الأول ايش؟ وين هنا بسرعة بسرعة في عالم السفر والسياحة. تذكرة سفر. سكر سكر سكر. جواز سفر. ايوه ولو جواز صح. طيب الثاني الثاني الثاني. كيف جواز صح؟ لا تركب الطياره. بركب الطياره شباب. بركب الطياره. جواز ايش؟ بتركب الطياره. جواز ختم. جواز ختم بدون صوت.
انت منتهي، انت تركب الطياره، انت منتهي. يا نقيب نقيب، تختيم جواز. لا ايوه بس انه طلع الجواز ايش؟ بدون صوت. الجواز ايش فيه؟ الجواز اصف، الجواز ايش فيه؟ اللبن ايش؟ تأشيرة سفر. لا الجواز ايش فيه؟ جواز من ايوه طياره بركب طيارة. جواز عبور، جواز مرور. لا ما تطلع طياره، انت جوازك منتهي، له علاقه بالتختيم ايش؟ منتهي بالتاريخ. جواز مختوم، مختوم يا جواز، جواز جواز منتهي. عز الله ما علم شيء ابد. جواز طيران، جواز مين؟ التاريخ، التاريخ ايش؟ انت الوقت هذه برضو ما جبته. جواز منتهي يا اخي، اسمع يا اخي، ما طلعت الطياره. حركه سويتوها. اخر شيء الان اشتغل الجوازات. اخر جوله لكم شباب، عموما لو في وقت ترى لكم جوله ثانيه. يلا يلا، هذه الجوله الاخيره لكم. هذه الان فعل ومفعول. يلا انا ذكرت لكم مثال قبل شوي. يلا اكل الخضار. ممكن مثلا لا الفعل والمفعول اجي اقول لك مثلا يشاهد مسلسلا، اشرحوها زين. يقرا، لا 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 انا شوف، يقرا مصحفا. اي نعم زين. يلا يسمع كلاما. نعم بس كلمتين هذه. يلا يلا الان مع الوقت. بسم الله. دقيقه واحده شمراني، قسم بالله اول واحد. ارجع 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 الوقت، ارجع الوقت شمراني. بدا الوقت، بدا يلا، بدا الوقت له ثلاث. يلا بس احنا كنا في البداية. بدون صوت، بدون صوت. انت دقي كذا. امسك امسك امسك. ايوه حلو. طلع من الفرن بس، طلع. ايوه ايوه. واضح والله. كلنا كلنا اول اول. الثاني، ثاني الثاني. يلا الوقت، الوقت مدور، الدور. او اللي مع الجب خبز. بدون صوت. خبز. خبز. يلا يلا بدون صوت. يلا اول اول. انت انا معلق علي الاول. معلق بسرعة. الوقت، الوقت. اول اول. الثاني ريلاكس، ريلاكس. ياكل خبز. الله الله. اربعة من ستة انتم ابطال والله. اربعة من ستة فريق انت ناصر والنقيب سعد. بباك سعدك من شيء؟ لا خلاص خلاص، شكرا يعطيكم العافيه. خلاص احنا الجوله الاولى خلاص. يلا بيضرب. يلا الان دور شباب ثانيين. يلا انا وليد عباس.